في مصر واحد كلنا، يمكن ده اللي أثبته السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحديدا كانت الانطلاقة القوية لذوي الهمم في 2017. زي ما قلت يا جمانة، شفنا قد ايه في اهتمام كبير جدا بالفئة دي بعد سنوات طويلة جدا من التهميش زي ما قال صحيح. مهند، لكن أصبحوا موجودين، أصبحوا قادرين فعلا باختلافهم على الإضافة الحقيقية اللي يعني بتثري المجتمع وبتعزز من إمكانيات كل فرد موجود في المجتمع. ده حقيقي يا حمد، واحنا بنشوف كل هذه النماذج، يعني الحقيقة مهند، علي، هديل وغيرهم كتير قوي، لازم نقف تحية إجلال الحقيقة وتقدير لأسر الأطفال دي. واحنا بنشوف هذه النماذج دلوقتي، شايفين أطفال واعية، شايفين أطفال عندها شخصية مستقلة، صحيح. عندها من الثقة اللي تكفي إن هي تقف قدام رئيس الجمهورية وتطلب منه طلباتها، وعارفة هي عايزة إيه، عارفة هي محتاجة إيه. ده ما جاش في يوم وليلة، وده ما جاش بسهولة، ده جه بسبب أسرة قدرت إن هي يعني تتعامل وتربي شخص فعلا سوي نفسيا، شخص يمكن أطفال تانية في نفس السن وظروفهم طبيعية ما تقدرش تقوم باللي هم بيقوموا بيه. فكل التحية وكل الشكر لأسر الأطفال دي الحقيقة، ودي يمكن أقل حاجة ممكن تقدم ليهم هو اللي بيحصل دلوقتي معاهم. صحيح. وزي ما احنا دايما بنتكلم، احنا معانا عندنا طاقات بشرية، دي طاقات بشرية قدروا فعلا ان هم ينجحوا، قدروا فعلا ان هم يحجزوا مكانهم. يعني هي مش مجرد ان احنا بنحطهم على الخريطة وهم مش قادرين او هم مش مؤهلين او هم ما يستاهلوش، لا بالعكس، يمكن قدراتهم دي هي اللي خلت فعلا الضوء يتسلط عليهم، هي اللي خلت ان الاهتمام ده يتوجه ليهم. صحيح. على اي حال دلوقتي يا احمد كمان معانا يعني مدام سوزان. الحقيقه مدام سوزان كانت معانا في صباح الخير يا مصر اكتر من مره، وكان ليها موقف هي وسما بنتها، سما رامي، وكان بالظبط انا عارفه انت يمكن بتحب كان سما ليها، جدا لا كمان. وكان ليها فيديو اللي يعني انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان فيه يعني قد ايه قدر من الشجاعه قدرت ليها مواقف سما قوية ومغطى جدا مواقف سما. شخصيه. يعني هو صحيح. الاختلاف فعلا اختلاف حقيقي. يعني احنا معانا استاذه سوزان والده سما، سوزان طلعت. بنصبح على حضرتك يا استاذه سوزان. صباح الخير، اهلا بيك يا فندم. يعني مدام سوزان الحقيقه وانا بتكلم عن دعم الاسر اللي عندها اطفال من ذوي الهمم، وبتكلم على المسؤوليه اللي كانت طبعا ملقاه على عاتقكم، وايضا كمان فكره انه اخراج شخصيه قويه ومستقله وواثقه في نفسها. سما الحقيقه من هذه النماذج، سما ليها مواقف كتير جدا، مواقف قويه ومواقف شجاعه الحقيقه. عايز أعرف من حضرتك، يعني سما عشان تقدري تنمي فيها كل القيم دي، عايز أعرف من حضرتك إيه التحديات اللي واجهتك، وإزاي دلوقتي شايفة الوضع؟ لا طبعا، يعني الوضع اختلف تماما. سما دلوقتي عندها 21 سنه، من 20 سنه ما كانش فيه كل اللي احنا موجودين فيه ده النهارده. ما كانش فيه دمج القادرون باختلاف في المجتمع، ما كانش فيه فردهم في كل المجالات، ما كانش فيه ان لازم يبقى وجودهم امر ضروري، ما كانش فيه الاحتفاء بيهم، ما كانش فيه فتح المجالات والتمكين والاتاحه اللي احنا بنشوفها دلوقتي. الرئيس السيسي اتعامل بقلبنا بقلبه، اتعامل مع اولادنا بقلبه، اتعامل كأب مش كرئيس، وده اللي احنا حسيناه من 2018 واحنا حاسين بطفره جامده جدا. تمكين، كل فتح مدارس، دمج صندوق عطاء وصندوق القادرون باختلاف، تحديات كنا بنقابلها زمان في عدم قبولهم في المدارس وعدم ادراكهم في اي حاجه من مناحي الحياه. يعني كان مجرد ان اولادنا موجودين، كنا اغلب الناس تقريبا كانوا بيخدموهم. يمكن سما واصحابها الحمد لله من محظوظين ان هم بيعيشوا العصر دوت مع الرئيس السيسي، هم بيتعاملوا بقلبهم، بيدعوا له طول الوقت، لانه بالنسبه لهم الاب والدعم والسند والحضن والحزن، كل الحاجات اللي بقت اللي دلوقتي الحمد لله متاحه ليهم من ظهور مشرف، اديتهم الثقه ديت. احنا زرعنا فيهم، هم اصلا كده كده يعني كل اولادنا بيحبوا الناس بشكل مش طبيعي،
بس كان فاضل توعية للطرف الآخر عشان يعرفوا مين ولادنا. ويا أستاذة سوزان، يعني حضرتك أو حضراتكم زرعتوا والنهاردة بتجنوا ثمار اللي زرعتوه في ولادكم، ويمكن في احتفالية قادرون باختلاف تحديدا زي ما بنقول كده بالبلدي، اللي بيطلع من القلب بيوصل بالقلب، بيوصل للقلب، هي دي أسرع يعني يمكن وسيلة اتصال بتكون موجودة، وهو ده اللي ترجم فعلا وشفناه ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين الأطفال دي، قدر من المشاعر والحب، وهم بيقولوا له بنحبك، وهم بيعلموه لغة الإشارة، أعتقد هم حاسين إن هي مشاعر مخلصة، مشاعر أبوة حقيقية تجاه هذه الفئة. يقعد معانا خمس ساعات بلا كلل أو ملل. نعم. ولما يكون مثلا محدد للحفل الاحتفاليه ساعتين ويمدها لخمس ساعات. صحيح. ويقول لنا في اخر الاحتفاليه ان انتم مستغربين ان انا قعدت معاكم الوقت ده كله، امال انتوا اللي شايلين على 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 راسكم ولادكم، انا واحد منكم وحاسس بيكم، وده اقل حاجه اقدمها لكم. لما سياده الرئيس يصر على انه يكلم كل حد من ولادنا لوحده ويحسسه ان هو اهم حد عنده، لما سياده الرئيس يغلظ عقوبه زي عقوبه وهم التنمر. وهم فعلا اهم حد عندنا، وهم فعلا فئه لابد ان هي تاخد حقوقها في المجتمع، وعشان كده شفنا التشريعات، شفنا التشريعات الخاصه بقانون قادرون باختلاف، شفنا مدارس الدمج، شفنا يعني حقوقهم الطبيعيه، وهنا بقول الطبيعيه لان هي مش حد بيمن عليهم بحاجه، دي حقوقهم الطبيعيه في المجتمع اللي كانت لسنوات مغفله، شفنا ازاي ان هم النهارده بياخدوها. بنشكرك استاذه سوزان وكل التوفيق لسما في حياتها الاجتماعيه وحياتها التعليمية أيضا. أنا وكل أصحابي قادرون باختلاف بنحبك قوي سيادة الرئيس، وبنحب نشكرك. ميرسي. ده أنا يا سما. أولا خليني أقول لك إيه، أنا سعيد بيكي جدا إن أنت وقفتي هذا المتنمر، يعني أيوة بالظبط كده عند حده. أيوة بالتحدي. وأنا عايز أقول لك والكل من يتم التنمر بيهم اقبلوا اعتذاري انا. اكيد والله. ايه رايكم بقى تيجوا نلعب لعبه؟ نلعب بلاي ستيشن؟ دي دوبة عندك قوه. طب دي حاجه كويسه قوي. طب استنى اما اتجمع الهدايا. لا لا ما هو يلا بقى نلعب البلاي ستيشن. انا هلعب مع الكسبان وانا بعدك. أنا بيضة. يلا بينا يلا.